مشروع عندكم انتوا، انتوا عايزين هم تبقى ليكوا شأن، انا عارف سكتي، بس هتمشوا معايا تستحملوا؟ تستحملوا امشيكم على رجليكم؟ تستحملوا اصحيكم الساعه 5 الصبح كل يوم؟ تستحملوا الاكل ننكمش فيه؟ تستحملوا التكييف ننكمش فيه؟ تستحملوا ان انا اشيل الدعم مره واحده؟ تستحملوا ده مني؟ الناس فاكره ان انا راجل سوفت يعني، مش كده يا عباس؟ لا لا، وفي الجزء الثاني من التسريب وصف سيسي نفسه بأنه سيكون عذابا ومعاناة على حد تعبيره. إنما العقد اللي بيني وبين الناس عشان أتولى مسؤوليتكم، العقد ده ممكن يبقى طرف لأي حد يمسك الرئاسة إلا السيسي. السيسي ده عذاب ومعاناة.